خير؟ وش فيك؟ الفزع. ابشر، وش فيك؟ ذبحت رجل. ويش؟ اي ذبحت رجل. ذبحت رجل من نيات عربية. ما عرفت من وينهم. سود الله وجهك، سود الله وجهك يا هاجم. بليتنا بليتنا يا ربعنا، ودي كل واحد منكم يفتح عينه، ولا تنسوا يوم غزونا عرب القحطان عن غفلة وش سووا فينا. ودي ثلاث رجال نشامة يغفطوا متعب مثل ما غفط الطير ويطلعوا بيه برا النيل، وبقية رجالنا أبغاهم يشاغلوا فرسانهم اللي بالبيوت عن متعب لما رجالنا اللي ماخذينه يبعدوا بيه، ومجموعة تحوف المراعي، وحنا مالنا بيهم إلا اللي يرفع سلاحه بوجوه النشام. متعب خلى علي، أنا جر لكم جر. وهي لك يا ماجر، وهي لك. يا متعب شيل منها البندق، جبيه رجالي قلال، لكن ولا يهمني، وانا الشيخ متعب فارس الفرسان، وخاصة يوم احتلي على ظهور العاديات. وانا اشهد علينك فارس وما تباريك رجال يا شيخ متعب. وانا اشهد بعد. الكل الكل يا جماعة الخير يشهد ان الشيخ متعب قرناس ينعد بين رجال، لكن وش اللي صار بالحوسة؟ والله ما ادري. تسلم يا هاجم، ما عليك زود. اللي صار